تصريحات رئيس المجلس الانتقالي ربما إلى حد كبير هي إيجابية، أوضحت أن قوات المجلس الانتقالي ستتعاون مع الحكومة وهذا أمر إيجابي، لكن الأمر الإيجابي الأكثر إيجابية هو أن تدخل قوات الحماية الرئاسية وأن تتولى السلطات الأمنية الرسمية مسؤولية مهام الأمن في عدن، وأن يبدأ تطبيق الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض عبر دمج القوات الأمنية وتوحيدها تحت إطار وزارة الداخلية. دون ذلك يظل اتفاق الرياض قاصرا عن تطبيق الشق الأساسي من الاتفاق وهو الشق العسكري فيما يخص الوحدات. الزبيدي في تصريحات يوم أمس قال أن قواته ستندرج ضمن إطار وزارة الداخلية والدفاع، وهذا للأمانة توجه إيجابي، فقط نحن ننتظر أن نرى هذه التصريحات وهي تتحول إلى فعل حقيقي على الأرض. اتفاق الرياض كان واضحا فيما يخص خضوع هذه القوات الأمنية والعسكرية سواء كان التابعة للشرعية أو المجلس الانتقالي أو غيرها من المسميات لوزارة الداخلية أو الدفاع. بالتالي نحن ننتظر تطبيقا حقيقيا للواقع لهذه الأشياء على الأرض. 6 سنوات من الفراغ الأمني التي عاشتها عدن وحتى اليوم لازم نجني يعني خيبات الفوضى الأمنية والصراع الأمني بين الأطراف الأمنية المختلفة، ولا حل إلا بسيادة الدولة ومؤسسات الدولة والنظام والقانون. كل الأطراف تتفق على أن عدن خلال السنوات الماضية عاشت فراغا أمنيا بسبب الشتات الحاصل للقوى الأمنية، واتفاق الرياض بحسب الشرعية بحسب الانتقالي بحسب التحالف نفسه جاء ليعالج هذه المشكلة. نحن بحاجة أن يطبق الاتفاق، أن نرى سراعا فيما يخص تطبيق الشق الأمني والعسكري لكي أساسا تأمن عدن، لكي أساسا تستطيع الحكومة أن تمارس دورها الحقيقي، لكي أساسا يشارك المجلس الانتقالي ضمن قوام الحكومة الشرعية مشاركة فاعلة وإيجابية. هذه الأمور للأمانة الحكومة لم تستطيع أن تمارس مهامها لفترة طويلة أو لفترة مستقبلية إلا بوجود حالة من الاستقرار الأمنية، إلا بوجود حالة من الطمأنينة لدى الوزراء لدى المؤسسات الحكومية بكافة أشكالها، وهذا الإطمئنان وهذا الاستقرار لن يحدث إلا متى ما تشاركت كل الأطراف في عملية أمنية حقيقية تكون خاضعة لوزارة الداخلية لمؤسسات الدولة. كل الأطراف تدرك بأنه هناك إجماع على أن وزارة الداخلية، إدارة أمن عدن، المؤسسات الأمنية هي من يجب أن تمارس دورها الحقيقي في ظل وجود الحكومة في عدن، لكن حتى اليوم شيء من هذا لا وجود له، وبالتالي الموقف الحقيقي هو الموقف الذي ستظهر عليه الحكومة خلال الفترة القادمة، وهي ربما هي الأكثر دراية وهي الأكثر وضوحا فيما يخص وجودها على الأرض. هل ستتحدث؟ هل سترضى بالأمر الواقع؟ هذا أمر مطروح.